الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. احبتي في الله واحييكم بتحيه الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دخل احد الناس على ابن عقيل الفقيه الثبت وقال له: يا امام، اني انغمس في الماء مرات كثيره ومع ذلك اشك، هل انا تطهرت أم لم أتطهر؟ فقال: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. فتعجب الرجل والحاضرون وقالوا له: كيف يا إمام؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. وهو ينغمس في الماء مرات ويشك أنه اغتسل أم لا، فهو بلا شك غير عاقل. يعني أراد الإمام ابن عقيل أن يبين يعني للحاضرين ولهذا الإنسان أن قضية التشكك والوسوسة إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها، والوسوسة باب من أبواب الشيطان. يأتيك في الوضوء فيقول لك: أنت تتوضأ وأنت لم تستنج جيدا داخل دار الخلاء، أنت يبدو أن في نقطة بول نزلت في ثوبك. فإن عد هذه المسألة يقول له: أنت لم تمسح على رأسك، أنت لم تغسل يدك اليمنى، أنت نسيت أن تغسل رجلك. فإذا مرت هذه يأتيك في الصلاة فيقول لك: أنت تصلي وثوبك في شيء من النجاسة؟ فتقول: من أين نجاسة؟ يقول: آه، إنك توضأت داخل الحمام الذي فيه كذا وكذا. وإذا مررت أو يعني عديت هذه المسألة وتغلبت عليه يجي لك في الصلاة، فبعد ما تركع يقول لك: أنت لم تقرأ الفاتحة. فأنت إذا تيقنت يقول: لا، بس أنت لم تقرأ السورة. فإذا تيقنت أنك قرأت السورة يقول: أنت لم تكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر. فإن ظل هكذا يظل معك في الركعة الثانية، فيأتي في الركعة الثالثة يقول: أنت في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة؟ ويشكك في هذه المسألة، وتنشغل أنت بهذا الموضوع انشغالا عجيبا. يا ترى تكمل الصلاة أم لا تكمل الصلاة؟ يا ترى أنت صليت ركعتين أم صليت ثلاث ركعات؟ تدخل الوسوسة لتفسد عليك العبادة. أولا، أول شيء عشان تغلق هذا الباب، لأن إذا فتحت باب الوسوسة يدخل لك، بعد ما يدخل عليك على الوضوء والصلاة يدخل عليك في مسألة النجاسات، وبعدين يدخل عليك في مسألة التوحيد، ويدخل عليك في مسائل كثيرة. والإنسان سبحان الله يقعد يخلي دماغه يسرح هنا وهناك. فأغلق الباب. كيف تغلق الباب؟ لو كثرت عليك الوسوسة والتشكك في أن وضوءك غير كامل، تيقن ان وضوءك صار كاملا. حتى وان لم تثق، فمدام طالما ان تتكرر معك كل يوم مره او مرتين، قل: لا لا لا، انا مسحت على راسي، وانا غسلت اعضائي التي يجب ان اغسلها، انا توضأت لما جاء انس رضي الله عنه بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف امام الصحابه غسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض ورج الماء في فمه ثلاثا، ثم استنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه من منبت الشعر الطبيعي الى اسفل لحيته وما بين شحمتي الاذنين ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى الى المرفقين ثلاثا، اللي هم العظمتين الظاهرتين في الايه عند الكوع هذا، ويل للاعقاب من النار، ثم غسل ذراعه الايسر ثلاثا، ثم مسح على راسه، ثم غسل ومسح باذنيه ولم يمسح رقبته، ثم غسل يده اليمنى ورجله اليسرى وخلل الماء داخل اصابعه وارتفع بالماء يعني الى المرفقين هكذا الى الكعبين اللي هما العظمتين البارزتين كعبين، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. اذا انا في, في, في شرع الله هذا هو الوضوء، فاذا توضأت هكذا لا ادخل الشيطان في مساله الوسوسه. فاذا وقفت لاصلي، اذا كان الوسوسة تأتيك كل مدة ومدة، يعني في الشهر مرة، كل شهرين مرة، كل ستة أشهر مرة، فتبني على الأقل. يعني ايه تبني على الأقل؟ يعني تقول: أنا صليت ركعتين أم ثلاث ركعات؟ تقول: لا، ركعتين. صليت ثلاث ركعات أم أربع؟ لا، صليت ثلاث ركعات. أما إذا كانت الوسوسة باستمرار عندك ودي عادة، كل يوم تجي لك هذه الوسوسة، كل يومين تجي لك، فإذا ابني على الأكثر. يعني ايه تبني على الأكثر؟ أنا صليت ركعتين ولا ثلاث ركعات؟ ولا ثلاث ركعات كي أرغم الشيطان. أنا صليت ركعة ولا ركعتين؟ أقول: لا، أنا صليت ركعتين. لماذا؟ لأن نغلق باب الشيطان، لأن لو فتحنا باب الشيطان
نسأل الله السلامة. ولما جلس عمر رضي الله عنه مع الصحابة يشرح لهم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكارثة الذي لا يخشح في الصلاة وكارثة الذي لا يسبغ وضوءها ولا يتم لا ركوعها ولا سجودها، فقلق الصحابة وقالوا يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي، يعني حالة خطيرة، هذا من يصلي، فما بالك بحال من لا يصلي؟ قال أنا أكلمكم عن المسلمين. ولذلك قال علماؤنا من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض وترتفع إلى صاحبها داعية له حفظك الله كما حفظتني، وإذا لم يسبغ لا وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. فلك في الصلاة أن تقيمها كما هي، ولأن الصلاة لها ثمرات كثيرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يركع أو يسجد عند الحرم فيضع الحمام على رأسه على ظهره ظنا منه أنه جدار من الجدر، لأنه يطيل الركوع ويطيل السجود. حنانيكم في الصلاة، علامها في الصلاة حتى يتقبل الله منا. ثم بعد ذلك لا داعي لإدخال الوسوسة في قضية الوضوء وقضية النجاسات وقضية الطهارة وقضية الصلاة، فالوسوسة قد تدخلنا في مداخل شتى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يعيذنا وإياكم من الوسوسة، وأن يجعلنا وإياكم من المتذكرين لله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، ومن المواظبين على الصلوات الخمس في مواعيدها وفي المسجد بنوافلها حتى يتقبل منا رب العباد سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.